اهلا بيكم يا جماعه في حلقه ظبط لي الفرقه للاسبوع التاسع، الحلقه اللي بنحاول نساعدكم فيها تعملوا ايه، مين اللعيبه اللي ممكن تجيبوها، ولو بتلعبوا وايلد كارد ايه اللي احسن الاوبشنز اللي ممكن تعملها. بس طبعا قبل اي حاجه متنسوش يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، علشان بجد بجد بيفرق معانا قوي في الريتش بتاعنا وان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وندخل على اول سؤال. ندخل على اول سؤال. مول مصري بيقول لي معايا تغييره ومعايا في البنك يعني 0.3، وبفكر في حد زي جيمس براوز. يعني براوز اصلا مطرود ماتشين، خلي بالك، وبدل بالرحمه او مدافع من برنتفورد مكان بيلتمان. اعمل ايه يا نجوم؟ وتحياتي ليكم. انا خليك حبيبي، بس يعني وارد براوز ما يعني مطرود، هو مش هيلعب قبل 30 اكتوبر، يعني لسه له ماتشين عقبال ما يرجع من الايقاف. انا مش عارف انت عايز تجيبه ليه دلوقتي، دي حاجه. الحاجه التانيه انه عايز مدافع من برينفورد مكان فيلتمان، فانا شايف ان يعني انسب واحد بينوك او هنري. هو هنري، بس الفكره ان هو بيلعب وينج يعني زي الونسو يعني، كده وتشيلويل. وبينوك بيطلع في الضربات الثابته، ويعني هو ما اعرفش شفته بيلعب اوت، ما اعرفش ليه، بس يعني ايوه بيلعب اوت زي بتاع ايوه ستوك كده. فساعات ممكن ياسيست يعني عادي من الاوت ده. فبينك او هنري احسن اوبشنين، والاتنين تقريبا واحد في 4.6، واحد ب 4.7، واحد ب 4.5، حاجه كده يعني. وورد براوز يعني وورد براوز مطرود، فعايز تسيب بن رحمه سيبه، عايز تبيعه ممكن تجيب رافينيا مثلا. لو انت عندك رافينيا، عندك امبومو، يعني ممكن تجيب جالجر، ممكن تجيب حد من ارسنال اللي هم سميثرو سميثرو، عايز تجيب اوديجارد، عايز تجيب ساكا، مفيش مشكله. يعني لو معاك فلوس، انت قلت معاك 0.3، لا مفيش حد تاني يعني. فعايز تجيب حد من ارسنال تمام، عايز تجيب حد من ايفرتون برضو تمام، بس يعني وارد براوز ده استنى عليه بس ماتشين وباهاته زي ما انت عايز. معانا فرقة مؤمن بيقول معايا تغييرتين، اجيب مين مكان برونو وشو، واعمل ايه في الونسو مع العلم اني لسه فعلتش الوايلد كارد. طيب تعمل ايه مكان برونو؟ اعتقد سون اوبشن حلو قوي الفترة دي، ممكن تجيب سون، ممكن تجيب حد من سيتي لو عايز تنزل اكتر في الفلوس. يعني في اوبشنز كتيرة، في سون هو اقرب حد في السعر واكتر واحد شوية كونسيستنت في الحتة دي بعد صلاح. ممكن تنزل لعيب من سيتي، ممكن بقى تجيب مثلا لو بتفكر تزود لعيب تالت من تشيلسي مثلا، ممكن تجيب ماونت. يعني ده دول احسن اوبشنز. شو اعتقد انت لازم تجيب ترينت، خصوصا ان انت لو هتنزل من برونو مثلا لسون فهيبقى معاك فلوس ان انت تعلى من شو لترينت. ممكن تعملهاش الاسبوع ده، بس يعني عادي تجيب ترينت وتلعب بيه قدام يونايتد. ده رأيي. والراجل بيسأل يعمل ايه في الونسو، فحاسب انا لك انت اعتقد ان السؤال. تشيلو اللي هيبقى يعني زي ما انا قلت لكم يا جماعه على مر الثمان حلقات اللي فاتوا، ان تشيلو اللي هو الاساسي، الونسو يعني هياخد فترته كده لحد ما تشيلو اللي يبتدي، بس تشيلو اللي هو الاساسي. عايز تخليك في المضمون روديجر لما يرجع من الاصابه هيكون برده اساسي 100%، عايز تخليك في المضمون برده اسبريكويتا. فبالترتيب زي ما قلت لكم قبل كده، اسبريكويتا روديجر او روديجر اسبريكويتا، بعد كده تشيلو، لان كريستنسن هيبدل مع تياجو سيلفا كتير، ريس جيمس ممكن يقعد في ماتش ويلعب اسبريكويتا وينج باك، تشالوبا ممكن يقعد في ماتش ويلعب مكانه اسبريكويتا وجيمس يلعب وينج باك. فلو قلت لكم عليهم هم بالظبط اسبريكويتا وروديجر اضمن ناس، ثم ياتي من بعدهم تشيلول، بس تشيلول هم هو اللي هيجيب النقط الاكثر وهيساهم في اهداف اكثر لما يلعب. السؤال اللي بعده، وهو لؤي هشام، بيقول لي عملت الوايلد كارد وجبت 76 ودخلت ال 100,000، جامد، تنصحني اعمل ايه عشان ما اطلعش بره ال 100,000؟ وكنت بفكر ابيع ارمسترونج عشان شكله هيركن. انا رايي يعني ما فيش حاجه عايزه تتغير قوي في فرقتك، يعني عجباني دياس وكانسيلو بصراحه كدبل من سيتي، مندي برده صفقه مش وحشه خالص، يعني هو جون غالي وانا مش بتاع المدرسه بتاعت الاجوان الغاليه بصراحه، بس الراجل بيجيب نقط، واكتر جون جايب نقط لحد دلوقتي وكلين شيت. اعتقد احنا ممكن تبيع كريستنسن، يعني لو انت هو ما فيش حاجه تانية ممكن تتعمل في الفرقه، يعني دي بروين ريسك حلو، عندك صلاح، عندك رافينيا. انا لو مكان اكل بقى كريستنسن، واحاول ممكن لو روديجر سليم هجيبه، لو روديجر مش سليم ممكن اجيب تشيلويل، لان يعني ممكن برضو استنى على كريستنسن ان كيس تياجو سيلفا فعلا بالكورنتين ومش هيلعب الماتش الجاي، فممكن تستنى لحد الويك اند تياجو سيلفا موجود
يبقى خلاص ممكن نبيع كريستانسن ونشوف هنجيب روديجر. لو سليم هجيبه، لو روديجر مش سليم هجيب تشيلويل، لان كريستانسن ما تعرفش هو تياجو سيلفا موجود هيلعب، مين هيلعب، هيبدل ما بينهم ولا لا. فده ده التغيير الوحيد اللي عندي اللي ممكن اقوله، غير كده الفرقه زي الفل وربنا معاك يا باشا. انا رايي برضو ان انت بما انك لسه لاعب وايلد كارد ما تعملش ترانسفر اول اسبوع ده الوايلد كارد على طول. انت في فرقه حلوه كده كده، لو الفرقه كلها بتلعب فلو حد ما لعبش هينزل لك نقط من على الدكه، فاستنى اسبوع كمان شوف وارمسترونج هيرجع يلعب ولا لا، شوف كريستنسن ايه نظامه، وبعديها يبقى معاك ترانسفرتين تعمل واحده او تعمل الاثنين، حتى هتعرف تظبط الفرقه اسرع يعني. معانا سؤال من اسماعيل بيقول نحجز بالرحمه في قطر 6 الا تلت ولا لسه في منه امل، خصوصا ان في اوبشنز تانية في نفس السعر بدات تظهر. يعني بص انا مش شايفه بيلعب وحش خالص، ما كنت لسه هقول يعني هو متفاهم لو حد هيمشيه، بس متفاهم برضه لو حد عنده بالرحمه ولسه مش بيفكر يمشيه، لان هو مش بيلعب وحش خالص. وستهام حلوين، وستهام حلوين، هو بيلعب اللي هو تحت انطونيو، ساعات بيلاقي ان هو بيشوط على الجون بيخش جوه ال 18 بتاع، فمش حاسس ان هو ان بالرحمه خلاص يعني الدنيا اتقطعت عليه، لان هو اللي عمله في اول الموسم هو اللي مش طبيعي، اللي هو كل ماتش جون واسيست واسيستين وبتاع. بس هو العادي ان انت هو مش كل ماتش هيجيب لك نقط، برضه انت جايب لعيب في نص الملعب ب 6 مليون يعني. فان هو يجيب ماتش ماتش لا، ماتش يريح، ماتشين يريح وماتش تفتح معاه، فحاسس ان لا يعني حاسس ان في اوبشنز في نفس السعر. لو انت عايز مثلا ممكن تجيب حد من ارسنال، ساكا اتصاب او اتخبط في ماتش كريستال بالاس وما اعرفش لسه هيرجع بسرعه ولا لا، ساكا ممكن يبقى اوبشن، ممكن تنزل شويه لحد تاني من ارسنال. بس عامه الراي لا، سيب بالرحمه كده، اديله ماتش ماتشين كمان فاليو فور ماني يعني، اعتقد بالرحمه اوبشن حلو قوي. في اوبشن برده مبويمو، يعني حاسس ان هو ده اوبشن حلو قوي. طبعا الراجل بيلعب زي ما قلنا اوت اوف بوزيشن بخمسه ونص، ممكن تفكر فيه. بس انا ما اعرفش طبعا فرقتك، انت مش بعت فرقتك، بس ممكن تشوف الاوبشنز الثانيه. حاسس ان انت ممكن تحاول تدخل مبويمو مكان حد تاني لو بالرحمه، وتصبر على بالرحمه مثلا ماتش او ماتشين. السؤال اللي بعده من عمر عادل بيقول مين بديل روديجر في نفس السعر او اقل؟ فزي ما انا قلت لك، بس روديجر انا مش شايف ان انت تبيعه لحد ما الراجل يقول هو مصاب ولا لا. انا اتوقع ان هو هيلعب الماتش الجاي لان اصابته مش كبيره، هو قال كان عنده حاجه في ظهره وحاجه خفيفه يعني، فعشان كده ما جازفش بيه الماتش ده. ف استنى بس واتقل عليه لحد اخر الويك اند يعني ان هو هيلعب ولا لا. بس بالنسبه كبيره هو هيلعب، لو هيلعب خلاص سيبه، لو مش هيلعب يا اسبريكوتا تشيلويل. ده رايي، لو ده الكلام ده لو انت عايز حد من تشيلسي. لو مش عايز حد من تشيلسي ممكن تفكر طبعا في كانسيلو لو مش عندك، ممكن دياس برضو لو مش عندك. مش شايف حد تاني بقى يعني بره سيتي وتشيلسي، ان دول اكتر فريقين يعني ارقامهم حلوه الى حد ما دفاعيا. ممكن بقى ماتب مثلا من ليفربول، عشان مش هتعرف تجيب ولا ترينت ولا فان دايك ولا روبرتسون، هم اغلى شويه من روديجر. لو عندي عايز تجيب حد من ليفربول ممكن ماتب، بس ماتشات ليفربول الى حد ما صعبه شويه من ماتشات تشيلسي وسيتي. طيب معانا اخر سؤال، سؤال من محمود بيقول انا في 8 اسابيع تقريبا بجيب تقريبا قريب قوي من الافريج، بس حاسس فريتي كويسه بس الدنيا يعني لو مش ظابطه قوي، ايه اللي ممكن احسنه؟ هي بصراحه فرقه كويسه يعني، حاسس ان انت يعني انا بصيت على الفرقه، الحاجتين الوحيدين اللي ممكن اعملهم بسرعه ان انا امشي رونالدو، هيفك لي فلوس اعلي لعيبه في اماكن كتير قوي، وممكن تفكر تمشي اميرسون رويال، مش حاسه يعني احسن اوبشن. فلو نزلت من رونالدو لفوردي مثلا هتعرف تعلى من اميرسون رويال ترينت ودخية برضه ودخية، بس قصدي يعني دول اهم حاجات ممكن تعملها. واحدة واحدة ممكن تبدأ اللي هو تظبط الدكة، بس الفرقة نفسها ال 11 مش وحشين خالص. انا بس حاسس انت محتاج تدخل لعيب من سيتي برضو، لا مدافع على الاقل. فاعتقد تمشية رونالدو دي لو نزلت لحد فاردي، ممكن تنزل لخصوص زي ما كورين كان بيقول، ممكن تنزل يعني في لعيبة كتير قوي اوبشنز اقل طبعا في السعر، هتفك ان انت تعرف تجيب مدافع من سيتي، تعرف تجيب مدافع من ليفربول ترينت يعني اهم اوبشن، وممكن بعد كده تنزل دخيا جون ب 4.5 سانشيز او رامزديل او رايا مثلا بتاع برنتفورد، فالنص مليون ده تقدر برضه تستغله في الفرق. دول يعني اهم تغييرات تقدر سريعا تعملهم يعني. طيب ده كان اخر سؤال معانا في فقره ظبط الفرقه، يعني يا رب تكونوا استفدتوا من الاسئله اللي احنا جمعناها. ونشوفكم الحلقه الجايه عشان بعد الاسبوع التاسع ان شاء الله، بعد ما يخلص الاسبوع الجاي. كان معاكم محمد كريم وعمر خير الله، السلام عليكم.